سلام البنات، اش اخباركم؟ كي دايرين اخوتي؟ لاباس عليكم وهانيين؟ كي دايرين مع الصيام؟ كي دايرين مع شي صهد؟ المهم قلت نشارك معكم البنات هاد الروتين. المهم هاد الروتين البنات راهم فيه لا شهيوات لا بطبوط لا مطلع لا حتى شي حاجه. هاد الفيديو راه فيه غير التخمال. ايوا المهم خوتي، البارح بالليل رجعت الليل من الخدمه، والله لا بقينا حتى لقينا وقت في الخدمه، رجعت الليل ما طلع. ايوا المهم عرفتو، المهم اليوم فقت الصباح البنات ما مشيتش الصباح الخدمه، قلت لمور جوج عاد نهبط للمحل. المهم الخدمه اللي كانت راح حيدناها البارح بالليل، والمهم مور جوج عاوتاني عاد نمشي على حساب الكليان كيكونوا في العشيه اكثر من الصباح. ايوا المهم من فقت البنات ما نعاودش ليكم، لقيت فيا واحد السخانه وواحد الحاله مريضه مطوطخه ما نعاودش ليكم. يمكن حيت مشيت نهار الحد للسوق، وخا كدير الكاسكيطه عرفتو الشمس هلكاتني، يمكن ديك الشمس ما عرفش مالي والله الا غدا وتنعطس، غدا وتنعطس بوحدي. ايوا المهم هادشي اللي قديت ندير هاد الصباح. المهم نط واخا عيانه البنات، تحفزت وهزيت الصاله كامله، حيدتها حولتها لديك الجهه اللي ملي خليت بدا فين نخوي الماء ونسيق وداك الشيء. وما نعاودش ليكم يا البنات الغبره اللي لقيت، وخا كنجفو كل نهار واخا كنمسحو كل نهار والله لا. ايوا المهم كي دايرين نتوما خوتي؟ لاباس عليكم؟ وكي دايرين مع الصيام؟ كي دايرين مع الشهيوات؟ ايوا المهم انا هادشي اللي قدرت ندير هاد الصباح. المهم راه شاركت معاكم وكنتمنى هاد الفيديو يلقاكم باحسن الاحوال، واللي دارت الحلوى بصحتها وبصحتكم الحلويات وبراحتكم. ايوا ان شاء الله ما بقى والو دابا سميتو العيد. المهم خوتي تهليت بدا في الصاله، تهليت فيها مزيان بصاني كروح على حسب انا راه ما تنسيقش بزاف. المهم تهليت فيها اليوم هزيتها كامله. ايوا المهم شاركتكم البنات هذا الفيديو حتى انا باش راكم كتحفزوني وانا كنحفزكم. اللي باقي ما خمل واللي باقي ما خمل شي قنت ولا شي حاجه، درت هذا الفيديو يعني ندير فيكم شويه ديال الحماس كما انتم كتحمسوني، وراني فرحانه معكم بزاف البنات والله الا. المهم المهم دابا راه يلاه كنت في سميتو يلاه ساليت هذا الميناج هذا، مشيت نصبت كسكسو درت ليه واحد اللي غنصطايبه، وغادي نخرج مع الجوج غادي نمشي للخدمه البنات. المهم كسكسو غادي نخليوه حتى الفيديو اخر ان شاء الله بلا ما نطول عليكم، خلي هذا الفيديو يكون فيه غير التخمال وصافي ونهضر معكم شويه قبل ما نمشي. المهم هنايا البنات خويت لما وعطيت بحال هبط البحر ديال المهديه. المهم انا اليوم عرفتو بحال مشيت للمهديه والله تهليت في الدار بالما وداكشي وجففت. المهم خويت هنايا سميتو حيدت السداده كاملين وشطبت انا دوزت واحد الشطيبه وعاد عاد درت الماء. المهم هاد الوقيته هادي كنت كنرجع السديدرات. المهم انا السداده البنات راه ما عنديش بزاف، عندي غير واحد جوج اللي كبار وديال جوج متر وواحد اللي عندي صغير صافي. حيدت هادي الباكاج، راه كانوا عندي شي ديما تنقولها لكم كانوا عندي شي ستة ديال السدادر ديال جوج متر صافي، خليتها هادو تيجيوني هكا ساهلين. المهم دابا غادي نمشي البنات مع ديك الجوج سميتو للخدمة، وان شاء الله تنكون خارجة وعاوتاني ندوز الفرماسية ناخد شي حاجة، ما عرفتش ملي تنعطس بزاف ونيفي تيسيل. المهم بحال هكا قضيت داك سميتو دوك السديدرات ومسحت وكل حاجة رجعتها لبلايصتها، وقديت هاد المخيدات تما بلاصتهم طلع ما تبصبنتهمش بانوا ليا نقيين، واصلا ما كاينه وقت يعني ليهم. المهم قديتهم وحيدت ديك الغبره بعدا ونقيت الثانيه وهذا ما كان. واش نقول لكم؟ شكرا بزاف 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 لكلامكم الطيب والله القسم الا كتفرحوني. عرفتوا راه ملي كنحط شي فيديو راه تبدا كل شويه نطلع عليه والله العظيم ترى اللي كيدخل كنقول صافي هذا ولا تيبغيني والله القاسم. شكرا شكرا لكم بزاف بزاف والله العظيم شكرا لكم بزاف. وحتى اللي ما دخلش نعرفه غير الضيق ديال الوقت وصافي، راه كاين اللي كيكون خارج كاين اللي كيكون بالشغل. الله يعاونكم كاملين حتى نتوما. وبالنسبه اللي تيشوف القناه لاول مره ما كرهش ديروا لي واحد الابوني والاشتراك في القناه ودخلوا، مرحبا بكم والف الف مرحبا. المهم انا دوزت الصابون البنات ما بغيتش نجمع ليا الصابون، بانوا لي واحد الحويجات حتى ما دورتهم غير هي الماكينه راه كدير شي صداع ما نعاودش ليكم. المهم راه مازال ما صونيتش على داك المعلم يجي يشوفها. المهم فيها الصداع بزاف بالخصوص من كتكون كتعصر، تخيلوا بقيت شاداها والله الا هي كتعصر وانا شاداها المهم صافي هنا البنات رجعت دوك المخاد لبلايصتهم والله ما سخيه بيكم. دابا عرفتو غنمشي نخدم
والله القسم ما صحيت بيكم وحق الله. المهم تحية كبيرة ليكم كاملين وبالصحة فطوركم. المهم انا شارية ديك العجينة ديال البيتزا، راه وصيت بنتي قبيلة قلت لها راه كاينة لاصوص البيتزا، خرجيها ودهنيها بديك لاصوص وحك الفرماج تاعو، راه شريته محكوك راه شفتو داك النهار، قلت لها ديري الفرماج وصوبي لنا شي عصير وصافي، راه اليوم ما كاين لا حريرة لا بلبول لا حتى حاجة. والله لو صافي ورا داك السكسو راه هني دابا تيطيب. المهم غير ما دخلتش في الفيديو، خليت هذا الفيديو هذا غير ديال الميناج حتى نرجع بالليل عاوتاني وعاد لساليت ندير المونتاج للفيديو ديال الكسكسو، حيت كسكسو البارح ما صايبتوش. ايوا المهم قلت والو والله ما نفلت كسكسو، اصلا توحشنا كسكسو شحال هادي ما درناه، اكثر من شهر ما كلينا الطعام. ايوا المهم انا مسحت اللي غيتمسح البنات، لقيت الغابره ما نعاودش ليكم والله الا واخا كنمسح كل نهار الغابره، وهزيت ديك الزربيه شطبتها مزيان عاد جمعتها، وقولوا لي في التعاليق واش هاد الزربيه نفرشها ولا دابا الحال سخون نخليها مجموعه. انا ما كيعجبنيش الصراحه نبقى جامعه رحيلي وداك الشيء، ولكن يمكن بان لي الحال سخون دابا الصهد. المهم بغي كيهمني رايكم، خليوا لي في التعاليق واش نفرشوها دابا العيد ولا نجمعوها صافي راه الحال سخان ما بقى وقت زرابي وصافي. وديال السيجور البنات صدمتني والله الا صدمتني ديال السيجور، عرفتي دخلت للسيجور هي البنات جمعت الزربيه وكنلقاها من التحت الغموليه ولات فيها، ما عرفش واش حيت من ديتها لافاج ما شمشتهاش، جيت فركشت ثاني شان بقات يعني شاده البروده والله ما عرفتش مالها. المهم ديك الساعه عرفت وفرشتها في المرح وضربت لها واحد الفركه واحد الفركه والله العظيم، واخا عيانه الى تهليت فيها حتى هي بالتيد وحكيتها واحد الحكه ديال النفس، وجرجرتها دخلتها للدوش. جرجرتها تاني دخلتها للدوش والدوش صغير بزاف والله الا عذبتني، واخا هكاك شللتها دابا نيت راه عندي دابا في الدوش راه كتسقطر. المهم حتى نرجع البنات بالليل عاد ونطلع للسطح، دابا راه ما نقدرش نطلع للسطح عرفتو الموت ديال الصهد والشمس الشمس الشمس واحد الحراره. المهم هاد الوقيته هنا فين كنت جمعت هاد السيجور حتى هو دخلت ليه وكحست هاد الفوتويات يا البنات والله الا تخلعت عرفتو داكشي الماكله وكلشي تحت هاد الفوتويات. ايوا المهم راه شطبت البنات ودرت جهدي وحكيت هاد البيت مزيان، بالنسبه هنا ما خويت صراحه الباب بزاف، الصاله اللي تهليت فيها مزيان. المهم ما بقاش بدا ديك الخمله وما بقى داكشي كامل تمسح. ايوا المهم انا طليت عليكم البنات وكنحفزكم وحتى نتوما كتحفزوني والصحه الحلوه. ايوا المهم اختكم راني باقا ما صايبتش الحلوه وباقي تيدور ليا في راسي واش غنديرها ولا ما غنديرهاش. ايوا المهم دابا مع الجوج نمشي نبدا نخدم وديك الساعه عينو بالله. ايوا المهم ربي يخليكم ليا وراكم عزاز عليا وفي القلب ودابا راه مبقى والو ان شاء الله العيد قريب. المهم نقينا بعد الحاله بعدا يعني درت بعدا بالحاله في الدار بعدا ونقيت. المهم ربي يخليكم ليا والله يخطيكم عليا عائلتي الثانيه ودعيو معايا بالشفاء، ما عرفتش والله الا يمكن داك النهار الحاد من خرجت في الشمس حيت راه من قولوا من 11 حتى لديك من 11 حتى لديك الجوج عاد جيت والله الا وانا في الشموشات يمكن داك الشيء علاش مرضت. ايوا المهم الحمد لله انتما خوتي راه واخا مريضه راني واقفه. واقفه ما كنخليش الدنيا زعما تكرفص ولا شي حاجه. ايوا انا حفزتكم البنات انتما نوضوا تحفزوا انتما خملوا ومسحوا ونفرحوا، راه دابا جاي العيد ان شاء الله ضروري خصنا نتهلاو في الدار وكل شيء ونفرحوا. والمهم هذا ما كان خوتي وربي يخليكم ليا راكم في القلب وعزاز كاملين، وكنسلم عليكم اسم باسم كاملين 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 كنسلم عليكم، وانتم اغلى واعز يعني مشاهدين ومتابعين والضيوف الجداد وكل شيء مرحبا بكم. وحتى اللي لقيتو يعني اول مره دخل عندي خلى ليا كومونتير تما، انا راه ما كنعس حتى كنقلب داكشي كامل، واللي ما دخلت عنده راه تندخل عنده، راه الا ما دخلش البنات عرفوني راني غا في الشوايه دابا سميتو في المصبانه، راه يعني مي كنسالي البنات راه حتى شي حد ما كننساه كلشي كندخل عنده وكنبارطاجي. يلا يتهلاو ليا فراسكم، باي باي.